تنحيو لكم البنات، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جيناكم بوصفه بزاف 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 بنينه، غاتو بزاف شباب، يعني مقادير بسيطه جدا، وخصوصا الناس اللي يحبوا جوز الهند يعني حتكون وصفه رائعه جدا. نبداو بالمقادير لنهار اليوم. عندنا 120 غرام تاع المانغارين، هذه تاع 250 نحي منها 125، لازم تكون طريه ماشي جامده. يعني عندنا 5 ملاعق كبار تاع سكر غلاس، يعني ما تعمرش كامل الكاس، يعني خص واحد مغرفه كبيره باش يولي معمر، تسمى 5 ملاعق كبار سكر ناعم. نصف ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية، حبة ديال البيض، زيست تاع سيترون، ولافاني، واللم بالفارينة. اللم بالفارينة خطاك ما على باليش شحال حتديلي حتى تحصل على عجينة تكون متماسكة وطرية باش نحطوها في القوالب الخاصة بلي باركيت. أما بالنسبة للحشو تاع لي باركيت تاعنا، نحتاجو 150 غرام تاع نوا دو كوكو، 160 غرام تاع مانغارين تكون دايبه، عندنا 100 غرام سكر، زيست تاع سيترون، وربعه حتى الخمسه بيضات تاع البيض. يعني نشوفوا شحال تدينا من البيض، باسكو لازم الخليط ديالنا يجي سائل، ما لازمش يكون يعني يابس هكذاك ولا يكون جامد، لازم يكون سائل باش نقدر نحطوه في القوالب. بسم الله في عملية التحضير. إذا هنا خديت 120 تاع المانغارين ديالي اللي راهي طرية على حيث ورطبة، نزيد لها 5 ملاعق تاع سكر غلاس أو سكر ناعم، ونزيد لها زيست تاع سيترون، لافاني، نخلط مليح هادو ما قبل مليح نخدمهم بيدي. نزيد حبة تاع البيض، نزيد نجمع كما قلت بالفارينة حتى نتحصل على الاخر، ونزيد لها ملعقة او نصف ملعقة، ما تعمروهاش مليح الخميرة، مانيش حابينهم يطلعوا لنا بزاف بزاف باسكو ديجا حندير لهم هذاك الحشو، تما غير نصف ملعقة تاع قهوة. اذا فوالا شوفوا يعني كيفاش ولات العجينه تاعنا طريه ورطبه، كي ندير هكا يدي ما يطلعش معايا العجين، ما يلصقش، تما راهي مشبعه في مجهه الفارينه، راهي طريه خفيفه باش نقدروا نشكلوها هكا ونديروها في هاد ليمون سبيسيال باركيت. هاد ليمون هامليك، هاد ليمون سبيسيال باركيت. نروحوا الى عمليه تحضير الحشو تاع نواد كوكو ونعاودوا نولوا. بالنسبه للحشو ديالنا كما قلت، هنا ندير 150 غرام تاع نواد كوكو، نزيد له 100 غرام تاع سكر عادي، سكر كريستاليزي، نخلو مليح فرك هكا بيدي، نزيد له مبشور تاع ليمون، وايضا 160 تاع زبده دايبه، مانغارين دايبه، نخلط هكا بيدي، ومن بعد نبدا نضيف البيض. والبيض كما قلت لكم انا دوك راني هنا كسرت ربعه،
الزوج هذول. هنا نزيد هذه الاخيره جو بونس كو خلاص. نورمالمون سي بون فوالا مليح البيض برك. هنا راهي ليك خدات لي ربعه باسكو البيض تاعي كان كبير تاني. دونك دوكا نروحو في عملية وضع العجينة في القوالب ونديرولها الحشو تاعها ونعاودو نوليو. ولينا لكم من جديد باش كنا نديرو مع بعض هاد لاباط هادي في هاد لي مول هادوما تاع لي باركات. فوالا اذا هاي ديك النتيجه بعد ما كملت كامل الحشو تاعي في الفليم في الاخر فليم مول تاعي تاع لي باركات. هنا خرجوا لي 33 حبه. دوكا نروح نديروهم للفرن كما قلت 180 درجه نخليهم واحد 15 دقيقه. عسوهم مليح ما لازمش يعني يتحرقوا لكم ما لازمش يشف لكم الحشو تاعنا. اذا كو حابين يزيدوا يحمروا لكم شويه شعلوا لهم من الفوق بصح عسوهم وشعلوا لهم خفيف برك باسكو نواد كوكو قادر يتحرق لكم اذا خليتوه بلوس. دوكا نحضرهم في الفرن ونعود نولو في التقديم والديكوراسيون تاعهم. اذا ولينا لكم بعد ما طابوا لي غاتو تاعنا لي باركيت تاعنا هم لي كاش طابوا زين اختياري. تما نروحوا دوكا لطريقه تزيينها. ناخذ هكذا شويه شويه تاع كونفيتور مربى هكذا نطليه كامل على الوجه تاع الغاتو ديالي هكذا ونروح نغمدو هكذا بهذه الطريقه هاليك سورتو كازتو لا ليتري تاع الشوكولا كامل اللي تخرج ما شاء الله. انا راني ما عنديش هنا في الدار اليوم خليها بهذا الشكل هذا. نزيد واحده اخرى معكم إذن هذه هي النتيجة الأخيرة تاع لوغاتو تاعنا تاع نهار اليوم لي باركيت بنواد كوكو. نقطع لكم دوكا يعني شوفوا يعني قبل شحال شابة يعني الله يبارك بزاف شابين. نقطع لكم وحدة قدامكم باش تشوفوها يعني شوفوا كاش يجي تجي بزاف رطبة خفيفة هايلة هايليك. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش ديروا لنا جيم وكومونت وسبسكرايب سور لاك لاشين ديالنا ابوني وضغطوا على زر الجرس باش يلحقكم كل جديد وباش تدعمونا اكثر واكثر باش حنا تاني نزيدوا معكم في الوصفات. شو الى الملتقى.